بشا 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 هنبدأها بكاركتراتها نصدقها حلا خلقها سيد لع يا ابو لع همام مبروك امير البحار والامر هناك في الصين متروك للعندليب اللي غنى من كمان نا 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 انا كنت بحب صندل لهني ميك يا صين مبروك علينا الاعدام لا مبروك ابو العالمين عفرو تسوسة وخالتي نوسة دماغ حويطة يا لهوي تيتا وحط عندك كتير يا سيدي اديكو بوسة امضاء هنيدي لا خلاص مش منظر مستنظر يا سلوى قلبي صدى وجنظر يا هو في المحيط تحتفي وهتتخطفي يا حلوة وارسمك على كتفي تاتو أمير البحار قاد ولع نار نفسي مرة في مزد منك وقالو حمار وطور ومعنده شعور اللي فرط ويسيب سلوته اي بلوته يا سلوى رمضان ابو العالمين حموده الراجل الكشري ده هو اللي بيشخط وعنده شنب كان لازم نفكر في شخصيه عكس تماما لحد ما الاستاذ يوسف معاطي قعدنا واشتغلنا كتير وجت الفكره بتاعه البحر والقرصنه ومن تاني يوم الاستاذ يوسف على الاكاديميه البحريه في اسكندريه وابتدى يشتغل على الفيلم وعلى السيناريو رحنا البحر قومنا الامواج قومنا الصخور قابلنا حيتان لحد اما عدينا بامير البحار من ضمن اللي عدوا معانا راجل مرهف الحس فنان شاعر اسمه مؤنس بيمشي مع ماما طول الوقت ولابس نظاره كده رحبوا معايا ابو حسام داغر الحلاوه دي حبيبي يا مؤنس نورت الدنيا ربنا يخليك ايه ده في ايه الكرش ده اللي حصل هو باين باين قوي تعال تعال انا وانت بقى يا مؤنس هنقدم دلوقتي بس قبل ما يدخل مش. كل واحد يامن على جيبه وعلى محفظته ان ممكن كلنا نتثبت هنتثبت ولما نقول التثبيت النظيف وزمن التثبيت الجميل يعني معانا ممس الاستاذ محمد محمود كنت فين يا ممس؟ هما ما بيسقفوش جامد ليه؟ واحنا كفرة؟ لا الله اكبر ايه ده يا ممس؟
يا جدعان مش عايزين نعكر مزاجه. ايوه كده. الله. طيب احنا هنظبط نفسينا ونجيلكوا تاني. باي باي. 5 دقايق على هنا. ابتدينا نشتغل على الفيلم ونرشح الشخصيات والاساتذه الفنانين، وطول الوقت كان همي انا والاستاذ وائل احسان والاستاذ يوسف معاطي وهنعمل ايه ومدام اسعاد يونس. ففي يوم من الايام رحت مسرحيه في الاوبرا للدكتور خالد جلال اسمها قهوه ساده. خرجت بقهوه ساده بالناس اللي انتوا شفتوها على المركب، كان حسام وكان محمد مليان فاروق الله يرحمه وبقيه الشخصيات. طبعا فرحنا جدا، لكن الاستاذ محمد محمود الشهير بممس، انا يعني علاقتي بيه بقى انا اعرفه انا من زمان، اعرفه كفنان من ايام رئيس مسرحيه التشريفه. تمام. التشريفه دي كانت على مسرح السلام، واحنا بقى كنا في الجامعه ومجانين فن وبتاع، كنا كل يوم نروح نتفرج على بطوله الاستاذ وكان حاجه عظيمه قوي. جينا الايام اتقابلنا في الفيلم فقلت له فاكر يا ريس الدور؟ كان في دور مع الاستاذ سمير غانم. الله يرحمه. الله يرحمه. بالظبط. قال لي طبعا. فكان ممس، وانا شخصيا يعني لو تسمح لي اقول كده شايف ان ممس كان انطلاقه جديده من ربنا سبحانه وتعالى لمحمد بيه، كان حاجه يتاكل كده سكر حقيقي. ولاول مره ناس تحب بلطجي، عارف، وكان ليه وجهه نظر في البلطجه مش عشوائي كده، فاكر؟ بيتكلم عن زمن البلطجه القديم والجميل. ويقول لهم هو احنا كفره، فاكر الحاجات دي؟ بس وابتدينا طبعا الحمد لله كل الافلام كواليسها ظريفه، بس بالتحديد امير البحار 40 يوم في البحر، يعني ناس عايشين مع بعض، بنصحى ناخد اللانشات ندخل جوه الميه. احنا بدانا الفيلم بنص الفيلم الثاني بالمركب. بالظبط. يعني انا فاكر يعني والاولاني النص الاولاني كان اسكندريه، فطبعا كان احلى فسحه. منورين ومبروك نجاح. المهم جينا نرشح شخصيه ممس، فقلت للاستاذ وائل احسان محمد محمود. قال لي طبعا هو استاذ كبير وكل حاجه، بس احنا عايزين واد بلطجي. قلت له اسمع كلامي وتراهننا انا والمخرج على الاستاذ، فاكر يا ريس؟ طبعاً. طبعا في الاول استاذ محمد كانش يعرف حاجه، واحنا بنشتغل واحنا على المركب الاستاذ طبعا عمل اللي عمله. فوائل احسان قال لي انا خسرت الرهان، قلت له الف مبروك، فاكر؟ طبعا. انت بقى ممس العجيب اللي انت عملته لنا ده، شفته ولا عملته ولا كان ايه الحكايه؟ لا انا عايز اضيف للي حضرتك قلته بقى، ربنا يخليك، ان مش الـ الـ الفيلم كان سبب ان ربنا جعله سبب ليا ان الناس تعرفني. لا انا عايز اقول للناس ان الاستاذ محمد هنيدي هو اللي ربنا جعله سبب ليا علشان اطلع من عنق الزجاجه والناس تعرفني. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الحمد لله الحمد لله. كان بديع. انا لن انسى جمله شهيره كان تملي يقولها لي، بيقول لي ربنا يجعلني سبب لي. بالظبط. الحمد لله. الحمد لله. وللامانه يعني برضو يعني نفس الشيء حصل معانا يعني. ربنا يخليك. لما اتصلت باستاذ خالد جلال، ما احنا عايزين نتفق على حاجه. طبعا يعني كلامكم على عيني وعلى راسي يعني، بس نتكلم في الفيلم ما تشكروش في الحقيقه. الناس تشكر. انا بتكسف. انا لسه فاكر والله بتكسف. اقسم بالله الكلام ده انا قلته ببرامج كتير، بس اعتقد. طب خلاص زودوا افواره بقى، افواره يعني، قولوا قولوا حاجات زياده كده. ده المكان اللي احق ان يتقال فيه ايه اللي حصل. ربنا يخليك يا استاذ. انا لن انسى الرهان اللي انت عملته مع الاستاذ وائل احسان. بالظبط. ان انا اول مره رحت عشان بروفا خلاص شافوني وبتاع، وقعدت 15 يوم في البيت ما اعرفش حاجه عن الفيلم، فبايلك بكلم استاذ يوسف معاطي في التليفون، فقال لي انا زعلان منك. قلت له ليه؟ قال لي ما بتجيش ليه؟ قلت له ما بتجيش فين؟ قال لي ما بتجيش ليه البروفات بتاعت الفيلم؟ قلت له ما حدش كلمني.
قال لي كده طب اقفل. 10 دقايق قالوا لي في بروفا بكره. وحصل ان الاستاذ وائل احسان قالها لي كده في وشي، احنا متراهنين عليك. انا افتكرت انه هو بيتراهن معايا يعني، قلت له متشكر قوي. قال لي لا عشان تفهمني صح، انا متراهن ضدك. بس هو كان بيقولها لك عشان يحمسك. بالظبط. قال لي اني متراهن معاك هنيدي ويوسف معاك. بالظبط. قلت له ربنا يجعلني عند حسن الظن. وتمر الايام، وفي يوم واحنا بنصور في الغردقه راجعين من صلاه الجمعه انا وهنيدي، فوقف في عز النار، احنا بنصور في شهر 8. قال لي مش كسبنا الرهان؟ قلت له رهان ايه؟ انا كنت نسيت طبعا. قال لي اللي كان متراهنينه مع وائل احسان بس بيحمرق، قال احنا متراهنين على 100 جنيه مش 200، فمعلش. لا بس فاكر لو وائل احسان خسر رهان في انهي مشهد؟ حصل. انهي مشهد؟ المشهد الماستر سين اللي بتطلعوني فيه من الميه. ايوه. وبقول زمن التثبيت الجميل انتهى يا قبطان. والنبي قولها لي يا محمود، والنبي. ايه اللي حصل يا ممس؟ زمن التثبيت الجميل انتهى يا قبطان. ليه؟ زمان كنت تثبت الشاب من دول يطلع اللي في جيبه بمنتهى الادب ويقول لك في امان الله. دلوقتي بقى في بجاحة وقلة أدب، حتى البنات بيطلعوا حاجة يبقوا اخوها في وشك، ليه احنا كفرة؟ المونولوج ده الله ما كانش موجود على الورق. فهنيدي لأنه متراهن وبطل الفيلم وخايف على الرهان اللي هو عامله، أول يوم تصوير واحنا في الاوتيل في قاعدين في اللوبي تحت، بيقول لي قول لي هتعمل ايه؟ ايوه. بيطمن. اه والله. فرحت قايل له شوف انا ممكن اعمل ايه في المشهد ده ومش مكتوب. قال لي قول. فقلت الكلام اللي انا قلته ده موت. راح قايم واقف ومسقف وراح مطلع التليفون، قال لي وائل احسان انزل شوف البلوه دي. اه والله العظيم. اه والله. واعترف ساعتها وقال لي انا احلى رهان خسرته في حياتي. حقيقة. ودي كانت اسعد لحظه بالنسبه جدا لي والله. جدا جدا ولينا والله حبيبي. حسام بقى، انا حسام اول مره اتفرج عليه في قهوه ساده. اولا طبعا الروايه روايه عظيمه اكيد سمعتوا عنها، وفوجئت بحسام في اول الروايه بيضحكنا قوي قوي قوي، وفي نص الروايه عمل مشهد خلص الصاله كلها بكت. حبيبي جننا الحقيقه والله. وخدنا وجينا على امير البهار. مرهف الحس أنت... ومؤنس ده. ايه بقى انت فاكر انت جبتني ازاي في امير البهار بما شفت قهوه ساده؟ ايه بقى انت اتصلت باستاذ خالد جلال وانا بنعرض المسرحيه في الجزائر. ايوه. واتصلت أيوة. بيه وقلت له الولد اللي معاك لسه حسام. طب نقولها بقى. قلت له يا خالد حسام ده غير قاعد معاك قد ايه؟ قال لي لسه قاعدين بيعرضوا بره الروايه. بنعرض بره مصر. قلت له طيب انا عاوزه. قال لي ازاي يا محمد بنعرض المسرحيه اول ما يجي يجي لي على الشركه على رحت مكلم الاستاذ قلت له اهرب. ايوه افتكرت. قال لي اتصرف. قلت له اتصرف ياكش تيجي بر تيجي ماشي، عايزين ندخل فيلم في البحر. والحمد لله عمل كده وكان سكر. ده حقيقي. وبصراحه يعني انا يعني امير البحار بالنسبه لي مش يعني مش حاجه كده عاديه في حياتي. انت كنت حلو قوي. انا بصراحة. امير البحار ده يعني الناس فعلا بقى تحول زي ايقونه كده. جميل. كل الناس جميل. طول الوقت حافظه امير البحار وبتتكلم امير البحار. الحمد يعني لله. انا بحمد ربنا لان احنا قضينا ايام كمان في التصوير طبعا. لا لسه بس. هنحكي لسه هنحكي بس يعني. هنسمع من مؤنس بيتين شعر والنبي بمؤنس. حياه ابوك. يلا هقول لك حاجه انت كنت بتحبها وبتعزها قوي. ايوه فاكر. ايوه. ياه لما الحب يبقى طعمه احلى من الحياه. ايوه. شايف ياه حياه كده. يوما انت عارف اللي قال لي قول يا وحياه ده مين؟ مين؟ يوسف معاطي. والله؟ كان يبقى معانا في التصوير. قال لي بص انا هنخلص شعر وكمان هو شاعر. ففاهم بقى ايه الحاجات بتاعت الشعراء يعني. حاجات من قال لي هم بيعتزوا بكلامهم قوي قوي. فهتلاقي اكتر واحد حابب كلامه. قال لي لما تقول الكلام قول شايف يا حياه. كانه يعني ايه؟ ايوه جاب يعني التايهه يعني. ايوه.
هو عارف ان دي هتستفزك، روح نبدا قلب عليا الاكل بجد. تحفه تحفه. جيت الشوط يا عم تليل زائد اللي على السفره كله. احنا كنا عايشين في اوتيل كلنا مع بعض، اللانشات على الميه، بنصحى 6 الصبح، ياخدونا ساعه ونص جوه، نخلص تصوير يجيبونا بالليل. فكل يوم واحنا راجعين بالليل جو بديع طبعا، وطير النورس حوالينا، فاكر؟ طبعا. نقعد نهزر ومش عارف ايه. وفي يوم الاستاذ واحنا راجعين رقص رقصه الاستاذه العظيمه هند رستم، واحنا جايين كده. انا اتفرجت عليها تاني يوم اتصورت، فاكر؟ ايوه فاكر. انا كنت بقلد لك هند رستم في فيلم بتاع عمر الشريف ايوه ورشدي اباظه اللي هو صراع في ال كنت بتقول ايه وانت بتقلدها يعني؟ هي كانت بترقص رقصه غريبه كده، بس في اخر الفيلم حصل معاها موقف غريب قوي لما هي خدت فاس في دماغها. هي كان في حد هيقتل حد بفاس كده، فهي خدت الفاس ده في راسها في الفيلم وعملت كده بالظبط، عملت وماتت. كان ايه؟ كانها بتقول الله ايه الصداع ده؟ كان فاس فاس بلطه قد كبيره كده، كانها في راسها كده في نص دماغها. طب انت رقصت على انهي اغنيه؟ انا رقصت على مهون يا مهون صراع في النيل، هون على هون يا مهون هون على طول يا تروح. اصل انا مش قادر امسك نفسي. لا لا على طول يلا يا فندم وتروح بلدك يا غريب. الله. انت عارف اني كتبت نظري قوي ان هند رستم يعني الله يرحمها طبعا فنانه كبيره، بس هي غالبا ما كانش بتعرف ترقص قوي. يعني هي كانت بتستبدل ده برياكشنات وشها. لا 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 كانت استاذه. لا كانت بتعمل في وشها رياكشنات. يا نهار اسوح. بتعمل طبعا طبعا حاجات كده احلى ضحكه. احلى ضحكه. فكنا ايه؟ لما طلعت شبهها فجاه. طبعا لما اشوف كده يبقى لازم انا طماع، رحنا حاطينه في المشهد تاني يوم. طبعا فاكر عملت المشهد كله، قلت احنا نطلع بقى هو هنعمل ده. انا كنت في المشهد ده وطالع في الفيلم بضحك طبيعي على حسام وهو بيقلد هند رستم. طبعا خلاص طبعا ما دخل على القرصان. انا فاكر نوره لما جت قالت لك ايه ده انا ثم ارقص، انا ما انا بعرف ارقص. قلت لها احنا بنعمل كل ده عشان هو يخش النهارده. قلت لها احنا بنعمل كل ده عشان هو يخش ويرقص الرقصه. لازم يتظبط للدخول، حاجه كانت تحفه. انا عايز اسالك على حاجه. حسام زمان يا جماعه كان زي اي حد، كان ممكن يبقى الدغ وبعد كده يبقى خلاص، فهو كان الدغ في الكاف. في الكاف صح ولا لا؟ ايوه بالظبط. ايه الموضوع كنت عايش كنا عايشين في الكويت وانا صغير. فكنت سبحان الله عايش في الكويت وبقول عليها التويت. تحيه طبعا للكويت وشعب الكويت. فكنت اقول ايه التويت. ايه التويت؟ التراسة، التتاب. يعني كانت لدغة غريبة. الكافته التويت التويت والتراسة والتتاب والحاجات دي. ففاكر ان ماما كانت الموضوع مضايقها قوي، طبعا قالت لبابا اتصرف في الموضوع ده. فبابا راح فاكر قوي بقى المدرسة كانت مصرية في الكويت. قالت له جرايه مصطفى، بابا الله يرحمه اسمه مصطفى. ما تشد عليه يا باشمهندس. ايوه شد عليه شوية هو هيبطل وهيتعدل لوحده. ما اعرفش ازاي دي كانت المفروض دكتورة بتاعة التخاطب يعني. كانت شديدة قوي. شديدة شد عليه دي هي اللي. بابا عمره ما ضربنا. جه في اليوم ده فجأة لقيته بقى ايه بيزعق لي قوي. ما روحنا كنت كان متغاظ مني قوي. يقول لي انت تقعد تقول التويت، ايه التويت دي؟ قول الكويت، الكويت. رفع ايده رفع ايده يخوفني كده. انا شفت رفع ايده الكويت يا طاطا. الله قلتها. قال لي قلت له كويت يا طاطا. قال لي ايه طاطا دي؟ ماما قالت لي يوم سبتي البيه ضربت البيه. يا طاطا يعني يا بابا. يا نهار اسود. قالت لي يوم سبتي البيه باظت. الكويت يا طاطا. الكويت يا طاطا. قعدوا بقى يضحكوا هما الاثنين. ورجعت ازاي؟ معرفش البيه ضربت لوحدها. بس بعد كده البيه رجعت مع الكاف. البيه رجعت بعد فتره. والكاف
الكاف رجعت على طول. الكاف على طول في نفس الكاف اليوم. الكاف في نفس اليوم قلت الكويت. وخسرت الب. وخسرت الب حبه. رجعتها امتى بقى؟ والله بجد يعني رجعت الب. حصل لي ظاهره تهنيجه او حاجه. طبعا طفل وحرام. طف ورؤى وبيعمل كده. الب رجعت بعد قد ايه؟ سبحان الله لوحدها. ومفيش حرف تاني راح. لا. الحمد لله. هو في يعني حاجات. لا في عبط ما انا عارف بس يعني بتكلم. أنا بتكلم على الحروف. حاجة هنا راحت بس طبعا ما رجعتش لسه. طبعا إن شاء الله. زي حاسة الشم وبالتذوق في الكورونا. بالظبط. ما بترجعش أحيانا. الناس ما بترجعش عندهم. أنت ما رجعتش عندك متهيألي. الحمد لله ما جاتليش. لا الحمد لله. لا أنا بتكلم على البي. على البي والكاف. بالظبط. أمير البحار وأغنية أمير البحار، لو ميمي سألها يقولها إزاي؟ ان انا شخصيه ميمز دي مجنناني يعني. لو خد الكلام اهو عشان كلام صعب. والله والله ده احنا بنغنيها كل يوم هناك. اديني المايك يا خد مايك. بميمز بقى واقف على المارك او في الشارع. لا خلاص مش منظر مستنظر. يا سلوى قلبي صدى وجنزر ياهو في المحيط تتخطفي وهتتخطفي حلوه وارسمك على كتفي التاتو. قوم ثبتها قوم ثبتها. امير البحار يا مولع نار. نفسي مره في مزد منك وقالوا حمار وثور. انت بتلخبطني ليه؟ عليا حمار و ده بدل ما تشكرني عشان بتلخبطني. ده بدل ما تشكرني. يا ادو مش كفان محتاز حمار وطور وما عندوش شعور اللي فرط ويسيب سلوته. بلوته اسمها ايه؟ يا سلوى. يا سلوى. الله يا حمام. ايه رايك؟ الله الله الله. قال انت طلعتني من الميه ليه؟ في حاجات كده في الفيلم. طبعا يا ريس انت شفت ميمس قبل كده في احياء شعبيه في اي مكان؟ لقطته ولا كونته ازاي ده؟ لا هو جه في دماغي كده وانا بذاكر الورق بقى. بس مش حد تعرفه يعني؟ لا مفيش حد اعرفه. لا سكر. بس بعد كده عرفت ان بعد الشخصيه دي ما اتعملت بقى في كل حي شعبي في ميمس. طبعا يعني تروح اي منطقه يقول لك انا ميمس بتاع المنطقه دي. رجوله. طبعا حاجه كده يعني. وبيبقوا طيبين جدا. سيبك بيشتغلوا ايه بس. والله بيبقوا طيبين جدا وعيال ممكن يضحي عشانك. هم دول. هو انت ياسر جلال كان هيغرقك فعلا؟ ياسر؟ لا ده ياسر انقذني. والله اللي كان هيغرقني نوره. ايوه ايوه نوره كانت. كنت انا راكب اللي هو زي مرتبه كده هوائيه دي. ايوه. وهناك الغردقه ما شاء الله خطوتين وتغرق على طول يعني. مفيش. ايوه مفيش شط هناك. خطوتين وتلاقي قاع المحيط نفسه. أيوة. يعني فنوره حبيبتي بتضرب بالانس كده ما شاء الله في الميه. راحت قلبك. راحت قلبتني بالمرتبه اللي انا عليها الهوائيه دي. ونزلت غطست بقى تحت. يا نهار اسود. وانا كنت فين؟ كنت انت في السويد فوق. مش عايزين نتكلم. كان في مشهد كل يوم بيتكرر. اول ما بنوصل بالمراكب الصغيره والمركب الكبيره بنطلع لها وبتاع. فكان كل يوم حوالي بتاع 16 راجل شايلين نوره. فاكر بيطلعوها من على مركب لمركب. وانت والاستاذ وده صريخ 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 لحد ما بيطلع. فاكر لما انفجرت الدنيا ونوره شغاله وما قالتش ستوب؟ لما الازاز ضرب كله وعورها جامد. المشهد بتاع القراصنه والمفرقعات ده. هي اتاخرت. هم قالوا لها اجري بدري شويه. بالظبط. فهي حبيبتي بقت بتمشي جنب الازاز وهو بيفرقع. بالظبط. خدت كله هنا. لان هي اللي طلبت ده. فكل اللي حصل لها ما رضيتش تقول لحد عشان هي اصلا اللي طلبت انها تبقى موجوده. في المشهد ده كده. طلعوا بيها على المستشفى يومها. انا فاكر كان جسمها. أيوة ده أيوة كله. ايوه انا شفتها اتخضيت. وفضلت مكمله المشهد وزعلت جدا. طبعا. لا ياسر جلال بقى لما انا كنت هغرق راح قال لي بقول لك ايه انت كده ما ينفعش الكلام ده. انا بكره الصبح الساعه 9 هعلمك ازاي تتعلم ازاي تعوم وكده يعني. وجالي بقى عامل زي المدربين اللي هم بتوع النوادي الشباب ومراكز الشباب. الساعه 9 لقيته بالمايو كده جاهز. وياسر جميل. ياسر فظيع. متعاون قوي. قال لي بقول لك ايه. حاجه الوحيده اللي بتغرق هي الطوبه. الانسان ما بيغرقش. ايوه الانسان بيعرف يقدف ويش وقعد يعمل لي. وفي الاخر برضه ما عمتش لحد دلوقتي. ما بتعومش؟ ما بعومش خالص.
بتكلم بجد؟ نهائي. ولا حاولت ولا اي حاجه؟ ولو رجلي دي فجاه وقفت في اللا شيء كده يا نهار اسود. خلاص بقى. طبعا واحنا بنتكلم عن المركب واللي حصل مش هننسى القراصنه ومش هننسى الاستاذ ديا المرغني. كان حاجه طبعا طبعا. الاستاذ ديا المرغني قعدت مره انا الاستاذ يوسف معاطي فقال لي محمد انا نفسي اشوف ضيا اقرع خالص واسنان مرعبه كده الشكل اللي انتوا شفتوه فاكر؟ فاكر. فقلت له طب ما تقولوا له فقالوا له وبتاع وفجاه قالوا لي ايه واحنا في الغردقه الاستاذ ضيا وصل كان لسه ما بداش فجي قعد معايا قلت له ايه رايك في الدور؟ قال لي حاجه حلوه قوي وبتاع بس انا عندي شغل تاني راكور كانش راضي يحلق مش هينفع احلق ومش عارف ايه قلت له لا مين قال لك كده؟ انت بتهزر وانا بكلمه كنت بكلم المكير والكوفير وطلعوا الناس حطوا الفوطه وهو فضل ساكت وحلقوا له واحنا بنتكلم قلت له قوم والنبي بص في المرايه قام انبسط جدا جدا وكان من احلى الشخصيات اللي عملها استاذ ضيا ضحكني يا قصير فاكر رئيس حزن احكي لي نكات لا لا وشغل الاكشن الاقتحام مش قادر اقول لك كان معمول حلو قوي 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 يعني فاكر كنت موت يا ريس طبعا طبعا كنت موت كنت موت كنت موت يا حلوه يا بطه نبي حارسك يا اختي يا قطه كنت موت كنت موت يا حلوه يا بطه كنت موت نبي حارسك يا لا ويزعل قوي قوي بيحبها قوي سكر هي دي اللي بتعالجه نبي الله انت لازم تقول بقى سيلين ديون بقى تايتانيك بجد مش هزار من فضلك ان انت قلت لي انت بتغنيها كتير تايتانيك بجد دي حاجه جديده طبعا 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 هتستحمله بقى لا 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 اتفضل بتاعتنا ولا بتاعتهم بتاعتهم يا روحي الاجنبيه ايوه every day in my dream لا لا بجد لا ادخل براحتك احنا قاعدين معاك يعني ادخل Every night in my dream I feel you I يا حلوة كمل يا حلوة دي اللي انا حافظها الصراحة بتاعتنا قول اللي انت في المحيط تتخطفي وهتتحدفي يا حلوة وارسمك على كتفي أيوة تاتو أمير البحار قام ولع نار انت مرة في متنك وقالوا حمار ودور وما عنده شعور اللي فرط ويسيب بلوته يا بلوته يا حلوة احنا راجعين تاني بس هشوف معاهم موضوع مهم ونرجع لكم على طول دقيقة واحدة